UNFM 91.2. رمضان والنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السادة المستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الديوان فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نهاركم سعيد، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الفقرة الرمضانية رمضان والناس، اللي نحكيه فيها على آفات وظواهر اجتماعية مرتبطة برمضان في أغلبها. الموضوع اللي مش نحكيه فيه اليوم هو حفظ اللسان، لأنه الصائم في رمضان لابد أن يساعده وأن يؤدي به صيامه إلى حفظ اللسان. وحفظ اللسان هذا واجب علينا في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان يزيد الإنسان يرد باله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة به في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث رواه البخاري في صحيح البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني اللي ما يتركش الكذب ويترك الأقوال الباطلة الكل والعمل بمقتضاها، هذا شما تفليس لله حاجة به في أن يدع طعامه وشرابه. هذا كناية عن عدم القبول. شما عدم القبول؟ يعني صوم صحيح، ما مش مسمع، مش عاودوا النهار، ولكن الذنب هذا اللي عملوا ينقص له من الثواب متاع الصوم متاعه، ويمكن أن نحيله الثواب متاع الصوم متاعه الكل. فالمراد بهذا الحديث إذن أنه صوم المتلبس بالزور وبالكذب هذا مردود، وصوم الإنسان اللي يحفظ لسانه من الكذب ويحفظ لسانه مما حرم الله سبحانه وتعالى نطق به، هذا صومه مقبول بإذن الله عز وجل. هذا كما في قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معناتها لا يصيب رضا الله سبحانه وتعالى ولا يصيب قبوله إلا الإنسان اللي يخلص قلبه لله عز وجل. هنا لابد أن ننبه على أمر، أنه ساعات يبدأ زوز يتعاركوا مثلا، فواحد منهم يسب الآخر، فالآخر يقول له: كان مشيت افترت خير لك. لا، ما نقولوش كيف مشيت افترت خير لك، قلوا لا اتق الله، ولكن ما نقولوش كان مشيت افترت خير لك، لأنه ربي سبحانه وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. في حديث آخر كذلك رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصوم جنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة. شو معناتها جنة؟ يعني وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فلا يرفث يعني لا يقول كلام فاحش بذيء، ولا يجهل يعني ما يقولش كلام فيه سفاهة وفيه بخلاف الحكمة، فليقول إني صائم إني صائم. فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقول إني صائم إني صائم. إذا واحد شرى لك عركة ولا حب يسبك ولا حب، فأنت ما ترجعش عليه، قل إني صائم إني صائم. وهنا العلماء اختلفوا، قالوا إني صائم إني صائم هذه يقولها في قلبه ولا يقولها بفمه، فبعضهم قال يقولها بقلبه حتى هو يرجع نفسه على رد الفعل، وثم شكون قال يقولها بلسانه حتى الاخر يسمعه يولي هو بيده يحشم على روحه، ثم شكون قال يقولها بلسانه ويقولها بقلبه حتى الاخر يسمعه وهو يستحضرها في قلبه فما يردش الفعل. وعليش هذا الصيام لازم الانسان يرد باله على لسانه؟ لانه هذه الامور، هذه السبان والغيبه والنميمه والقذف، هذه امور محرمه. واحنا الصيام شنو؟ الصيام احنا نصوم على الاكل والشرب وعلى مباشره الرجل لزوجته، هذه امور في الاصل هي مباحه، معناتها هي امور حلال، لكن احنا في رمضان ربي سبحانه وتعالى امرنا بالامساك عنها من الفجر الى الغروب. فالانسان اللي يبدا صايم ويعمل الامور اللي هي محرمه كانه هو حفظ روحه من الامور اللي هي في الاصل مباحه، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الأمور المباحة، ثم مع ذلك يأتي الأمور المحرمة، فيكون كأنه ترك المباحات وأتى المحرمات. في حديث آخر رواه البيهقي في دلائل النبوة عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموت من العطش. تزوز انسا كانوا صايمين صوم ما تمش في رمضان هذا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقيأ. النبي صلى الله عليه وسلم جبلهم قدح وقال له ما تمشي يردوا فيه، فتقيأتا معناتها
ردوا القدح ذي ردوا قيح ودم وصديد والحم متعفن والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا عما على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. يعني هما صاموا على أمور مباحة لكن أفطرتا على أمور محرمة، كانت كل واحدة منهم يقعدوا يقطعوا ويريشوا في الناس. هذه هي الغيبة المحرمة. الغيبة شنية هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما فيه بما يكره. معناتها أنك تذكر إنسان في ظهره حاجة هي موجودة فيه فهو لكن ما يحبش أن تذكر فيه. معناتها مش لازم معناتها مثلا يقول فلان قصير ولا فلان ريحته ديما بالعرق ولا فلان ولاده مش متربين ولا فلان تحكم فيه مرته ولا فلان يدق علينا الباب كان وقت الماكلة ولا فلان أخشمها معوج. هذه الكل غيبة محرمة، لأنه الإنسان اللي تقول فيه الكلام هذايا كي هو يسمع ما يرضيش هذا الكلام، فهذا الغيبة هذه محرمة. رب سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فرب سبحانه وتعالى شبه الغيبة بأكل لحم الميت. والنميمة، النميمة شنية؟ النميمة هي نقل القول بين الناس الإفساد، يعني يمشي للأول يقول فلان قال فيه كذا وكذا ويمشي للثاني يقول فلان لولين قال فيه كذا وكذا، مش يفتن بيناتهم مش يعركهم في بعضهم، هذه النميمة المحرمة. هذه كذلك هذه النميمة من الكبائر. وهذه الأمور هذه تجيب اللسان وتجيب الكتيبة زادة، لأنه توا عنا الفيسبوك وعنا الانترنت نجم تجي غيبة ونميمة بالفيسبوك. والغيبة زادة كما ثم الغيبة متاع الحي ثم الغيبة متاع الميت، معناتها حتى مش إنسان ميت معناتها تقول فيه اللي تحب. أنه ساعات احنا معناتها يبدأوا عائلات ملمومين يحكيوا على شخص يقولوا هذاك أبوه كان نعيطوا له المهبول كي كنا صغار، ولا أبوه كان يسرق في الدجاج وقت كنا صغار أبوه كان يسرق في الدجاج. هذه كذلك غيبة محرمة. فالإنسان يرد باله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان يرد باله، يحفظ لسانه في رمضان وفي غير رمضان، لكن يتأكد هذا الأمر في رمضان، لأنه زيادة على تلبسك بالذنب أنت قاعد نحي في الثواب متاع الصوم بتاعك. فلذلك الإنسان يرد باله أكثر وأكثر في رمضان. لكن نبه زاد على أمر، أنه هذه الأمور ما تفترش، مش معناتها الإنسان يقع في غيبة ما تفتر لازم يرجع النهار. لذلك ثم حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، برشا ناس يردوه في رمضان، لكن هو ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولوا خمس يفطرن الصائم وذكروا منها الكذب والغيبة والنميمة. لا، مش صحيح، ما يفطروش الصائم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم لما صح لنا صيام. لكن كما قلنا هذا اللي يقع في الذنب هذا يكون متلبس بالذنب وينقص الثواب بتاعه بتاع الصوم وينجم يخرج من الصوم بتاعه بلا ثواب. فردوا بالنا يا أحبابنا، يحفظوا ألسنتنا حتى لا نجد ما يسوءنا في صحائفنا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، إن شاء الله شهية طيبة، وإلى اللقاء القريب بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان والنس